Hicham Lebied, مؤسس شركة فيريو كارواش ماروك. alors الفكرة ديال فيريو كارواش ماروك بدات في 2008، مشروع ديال غسل السيارات بدون ماء. بديناه بالفكرة ديال نوجدوا واحد الحل اللي يعوض هذاك الهدر اللي تيكون في قطاع غسل السيارات على الصعيد العالمي، ماشي في المغرب بالخصوص، لان الاحصائيات تتكلم على 200 حتى 300 لتر ديال الماء اللي تيمشي في غسل السيارات. وهذه في حد ذاتها عطاتنا واحد الحافز باش نقلبوا على شي، كيف قلت، حل، اون سوليسيون الترناتيف. دونك مشينا تنقلبوا، درنا واحد الدراسه معمقه، درنا واحد une étude de marché avec un sondage. Donc مشينا سولنا المغاربه تقريبا شي 1000 اللي شاركوا معنا في هذاك السونداج، ولقينا افكتيفمون بان الناس يعني بالنسبه لهم الى جا شي حل ايكولوجي اللي غادي يعوض هذاك الهضره ديال الماء هما مستعدين يتعاملوا معاه. ولكن استفدنا من هذيك الدراسه بان راه تيقول لك خص مساله واحده اخرى ثاني، بانه يكون بالنسبه للثمن ديالو يتلائم. دونك وصلنا لواحد لا كونكلوزيون، تنقولوا حنا فرنسيا لي ماروكان سون ايكولوجيك كون سي ايكونوميك. مغربي تيقول لك انا معاك في حفاظ على البيئه، حفاظ على الماء، ولكن حتى الثمن يكون. دونك حنايا خدينا بعين الاعتبار هذه المساله هذه، واخا من الناحيه ديال بوليتيك برايسينغ ديالنا حنايا، من السياسه ديال الثمن بالنسبه لنا حنايا، خدات واحد الاعتبارات حدا اخرين اللي غادي نرجع لهم من بعد. نبقاو في المساله ديال نعوضوا غسل السيارات بالماء، نعوضوه بغسل السيارات بمواد طبيعيه، مواد تنقولوا فرنسيه 100% بيو ديغرادابل. وشرت ليها قبيله معك اخي الكريم بان كاين مواد لشركات عملاقه في قطاع الاستيتيك ديال الاوتوموبيل اللي وصلوا ليها. حنا تنتعاملوا مع شركات المانيه اللي عندها تقريبا 100 عام ديال العمل في هذا الشيء. انا احمد ترجاوي، انا دائما عندي السياره من 2012 وانا تنغسل في هذا المحل، ماشي في هذا المحل، ماشي ضروري في هذا المحل، يعني بهذا البرودوي، يعني الربع 4 لتر ديال هذا البرودوي اللي هو ناتوريل كيغسل لي السياره كامله عوض من 300 لتر ولا 250 لتر ديال الماء. والسياره كتبقى دائما بحال دابا جديده، ما كتبهاش في الشمس، ما كتشفش فيها لا روي ولا الصدى ولا المحافظه. لي سياج الداخل بقاو بحال جداد، برا بحال جديد، ومحافظة على الماء وبالاخص الماء. انا راه من المحافظة على المياه، لان المياه راه ما بقاوش، البراجات راه تقريبا وكحوا، نشفوا البيار تاعي وكحوا. نخص اول حاجة الاولى هي المحافظة على الماء. الماء هو كل شيء، دابا الماء ما بقاش، دونك اللهم يتغسل بهذا البرودوي وكيحافظ على السياره، ماشي غير دابا غير كتقتصد الماء وكتحافظ على السياره، كتبقى ديما جديده، ما كتبهاش بعدا في الشمس، وما كديرش لا كوروزيون، ديك لا روي ما كتشدش فيها، وكتبقى السياره كتبيعها واخا تقول لها 10 سنين 12 عام بحال يلاه خرجتيها. وداك البزق ديال الطيور ما كيشدش فيها حتى هو، حيت كتجلسها. وفي الشتاء الماء ملي كطيح الشتاء كتزلق، ما كتبقاش باش تدخل فيها. هذا هو اللي كيجعلني انا دائما نغسل السياره بهذا لو برودوي وبالاخص في هذا المارك. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.